السلام عليكم. في المرة السابقة أخذنا اللوجيستيك ريجريشن، وأخذنا إنه عبارة عن كلاسيفيكيشن، وأخذنا إنه بالأصل بيكون للباينري. علشان نستخدمه للمالتي كلاس إحنا بحاجة لأذر تكنيكس. أخذنا إنه وظيفته الرئيسية إنه أنا بيكون في عندي تو كلاسز، اكس 1 اكس 2، افترض أنا عندي اكس 3 اكس 4، تمام. وظيفته لوجيستيك ريجريشن انه طول السيبريتور، طول البلين، طول الهايبر بلين اللي بيفصل ما بين البوزيتيف والنيجاتيف كلاس، تمام. حكينا بيميز اي بلين عن الاخر الويت فيكتورز اللي بيكون بيربنديكولار على البلين، تمام. فكرته بيقوم على انه يحسب الديستانس ما بين اكس 1 و البلين دي 1، ما بين اكس 2 و البلين دي 2، بين اكس 3، ما بين اكس 4 والبلين. فلو عندنا مثلا حكينا عندنا اكس 1 واكس 2، عندنا اكس 3 اكس 4، تمام. وخلنا ناخذ كمان نقطة على البلين بالضبط اسمها اكس 5. الان اكس 1 اكس 2 الليبل كلاس تبعهم بالاصل بوزيتيف 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1، اعطيها اللي بتحبها، خلينا نسميها بوزيتيف 1 فور اكزامبل اكس 5. الان وظيفته يحسب الديستانس، فالاكس 1 حسب لها ديستانس 1، اكس 2 حسب لها ديستانس 2، x3 computed distance 3 distance 4 and x5 distance 5. الان distance 1 بما انها بنفس اتجاه الويت فيكتور فهي بتكون بوزيتيف، الدي 2 كمان بنفس الاتجاه بتكون بوزيتيف، الدي 3 بعكس اتجاه الويت فيكتور بتكون نيجاتيف، والدي 4 نيجاتيف. الان دي 5 بتكون زيرو لانه بتكون بالضبط موجوده على اللاين او الهايبر بلين او على البلين، والزاويه بتكون 90 فهي 0. اوكي، لانه شو قانون الديستانس؟ الديستانس تساوي W دوت اكس اي، هنسميها الدوت برودكت، تمام. الدوت برودكت تساوي ايضا W اكس اي كوساين الثيتا، وكوساين التسعين زيرو. فأي نقطة موجودة على البلين الديستانس تكون زيرو، أكيد الديستانس زيرو بس هي إثباتها، أوكي، تمام، بالدوت برودكت. نرجع مرة تانية، فكل بوينت عندي في ديستانس بينها وبين الهايبر بلين أو البلين، عدد الدايمينشن بنسمي السبريتر هاب. فإذا كانت بوزيتيف فهي بالبوزيتيف كلاس، وإذا كانت نيجاتيف هي بالنيجاتيف كلاس. الآن حسب ما احنا شايفين هون، أنا عندي هدول الاثنين أكبر من زيرو، هدول الاثنين أقل من زيرو، والأخيرة تساوي زيرو. أنا عندي 3 functions عشان أعمل optimization لهذا البلين، في عندي 3 functions. علشان أخليهم function واحد بدي أستخدم التريك التالي، تمام. كل distance اضربها بالكلاس ليبل اللي ترو ليبل تبعت البوينت، يعني الدي 1 بالواي 1، الدي 2 بالواي 2، اضرب هاي بالواي 3، وهاي بالواي 4، وهاي بالواي 5. هاي خلينا نستثنيها حاليا، تمام. ضل عندي الاربع نقاط هدول، يعني اصبح كالتالي، بحكي واي 1 دي 1، واي 2 دي 2، y3 d3، y4 d4. الان y1 هي بلس 1 والd1 بالبوزيتيف، y2 هي بلس 1 والd2 اصلا بالبوزيتيف، هتكون مسافه، y3 نيجاتيف والd3 بعكس الاتجاه فهي نيجاتيف فاليو، والy4 نيجاتيف ليبل والدي 4 بعكس اتجاه الويت فيكتور فهو النيجاتيف فاليو، حيكون الديستانس،
تمام. لاحظ انه بوزيتيف ضرب بوزيتيف بوزيتيف، بوزيتيف ضرب بوزيتيف بوزيتيف، نيجاتيف ضرب نيجاتيف بوزيتيف، ونيجاتيف ضرب نيجاتيف كمان بوزيتيف. فلاحظ اذا السيبريتور فصل بين جميع البوينتس بين الكلاسز بشكل صحيح، كانت كل الكلاسز correctly classified، بيكون المجموع النهائي بوزيتيف. تمام؟ وهذا اللي بدي اسعى له. الان بدي اعمل فانكشن، الاوبتمايزيشن فانكشن تبعي حيكون بحيث انه يكون المجموع النهائي الماكسيمم عشان اتجنب المس كلاسيفايد. تمام؟ فبدل ما اكتب W1D1W2D2 بختصرها بالشكل التالي: summation i equal 1 للان y i الديستانس i. تمام؟ هذا اسمه summation. تمام؟ هذا هو number of points الموجود عندي بالتابيولار داتا. تمام؟ i هذا counter، نبلش العد، هيهم i هون i هون. ال y i اللي هي الكلاس ليبل، اوكي؟ والديستانس اللي هي عبارة عن الويت فيكتور مضروبة بال xi دوت برودكت بلس ال b إذا كان في intercept، لأنه إذا كان هاي الاكس اكسس هاي الواي اكسس، إذا السيبريتور بمر بالأوريجين بوينت 0 0 فما في عندي بي، تكون 0. إذا مر بغيرها فبيكون له قيمة الانترسبت. تمام؟ هاي السيبريتور البايت البلين. الآن نكمل هنا. فأنا عندي السميشن اي ايكوال 1 لان واي اي. الآن الديستانس هي عبارة عن الويت فيكتور ترانسبوز اكس، لما اشيل الدوت بتصير الويت ترانسبوز زائد البي. تمام؟ هذا الحكي كلياته في مرحلة التريننج فيز. ليه مرحلة التريننج فيز؟ لأنه لاحظ مرحلة التريننج فيز الدبليو عندي جيفن، صح؟ الاكس عندي جيفن موجودة. فايش ضل عندي الغير معروف؟ اللي هم ال W وال B، هم هدول اللي انا بدي اعمل مرحلة التريننج فيز علشان اجد قيمة ال W وقيمة ال B، اللي هاي القيمة لما استخدمها ضمن هاي المعادلة بترجع لي ماكسيمم فاليو. يعني حاضلني ادور تراي اند ايرور، او بشوف اوبتمايزيشن، او حناخذ بعد فتره الجريدنت ديسنت، كيف بحل هاي الفورميلا بحيث انه يرجع لي اكبر فاليو. السميشن اللي هو السميشن تبع هدول الكلاس ليبل ملتبلايد باي الديستانس حيكون اعلى قيمه. تمام؟ فوظيفة الاوبتمايزيشن انه شو هو ال W وال B اللي بحيث يرجع اعلى قيمة للسميشن هاب. هون بنستخدم احد الاوبتمايزيشن سولفر، اوكي، مثل الجريدينت ديسنت والتبعات تبعيته علشان يجي ال W وال B. طيب الان حكينا احنا هذا الشكل مش هو المستخدم الاخير، واجهتهم مشكلة، مشكلة الاوتلاير حكينا، صح؟ حكينا مشكلة الاوتلايرز اللي هي الاكستريم فاليو. يعني مثلا الآن النقطة هاي، النقطة هاي اسمها outlier، عطناها x6، x6 تكون outlier. مثلا لو أخذنا نقطة هون تكون كمان outlier x7، بعيدة كتير عن القيم الطبيعية اللي هم x1 x2 x3 x4 x5. الآن الديستانس تبعيتهم x6 للبلين و x7 للبلين، d7 والd6، إذا بدخلوا مباشرة من غير ما اعمل له معالجة على المعادلة هاي، اوكي، يعني مباشرة دخلت الـ D6 والـ D7 مضروبات بالـ Y7 طبعا مضروب بالـ Y6، تمام، دخلت مباشرة هاي المعادلة حتتغير الـ W والـ B، وحينحاز الـ W والـ B للـ 6 والـ 7 فقط. تمام؟ علشان نحل مشكلة الـ Distance هاي، المسافة البعيدة، وجدوا انه Function السيجمويد
بيعمل سكواشنج للهاي ديستانس اللي هو 1 ديفايدد 1 بلس اي تو باور ماينس زد. يعني السيجمويد بيكون شنو؟ السيجما زد ايكوال 1 اوفر 1 بلس اي تو باور ماينس زي. فالان بدل ما اعمل سميشن للواي اي الديستانس اي، بدي اعمل الان سميشن للسيجمويد الزي اي، وير الزي اي هي هذا الاشي الواي اي في الديستانس اي. تمام. الان السيجمويد بنحش بيكون انكلود ضمن الزيرو وال1. تمام، بين 0 و 1. فلو اخذنا سيجمويد 0 الريزلت تبعت السيجمويد بتكون 0 ل 1. سيجمويد 0 كم؟ 1 اوفر 1 بلس اي تو باور ماينس 0، يعني 0 اللي هي 1 بلس 1 بلس 1 ويساوي 0.5. تمام، علشان هيك بيكون شكل السيجمويد حكينا انه انا السيجمويد عند الزيرو بكون 0.5. تمام، فهي الزيرو، هي السيجمويد الزي، وهي الزي. سيجمويد الزي عند الزيرو بكون 0.5، هي 0.5. وكل ما يبتعد باتجاه النيجاتيف بينزل لتحت زي هيك، وكل ما يرتفع باتجاه البوزيتيف بيطلع زي هيك، بس ما بتجاوز قيمة ال1 ولا بنزل تحت الزيرو. فهذا هو السيجمويد. فأي واي اي ديستانس اي اوكي مباشرة، بس اعوضها مكان السيجما بعطيني قيمتها وبتكون ما بين الزيرو وال1. فالآن لو كان هاي الهايبر بلين كان في عندي ديستانس كتير بعيدة، لان قيمة الديستانس هاي اللي حتشارك فيها بالاوبتمايزيشن فانكشن مش حتكون القيمة الحقيقية اللي هي الدي اي، حتكون دي اي مضروب بواي اي بعد ما يطلع الريزلت من السيجمويد فانكشن. هيك انا عملت سيكواشنج. تمام، عملت معالجة للهاي ديستانس في اللوجيستيك ريجريشن.